سلوت ويست زي ما تصنع ممكن نشوفها، ممكن تكون عباره عن توكسيك مواد سامة او ايرن كونكشنز. نحاول دائما انه هذه الاجراءات نعمل لها في اثناء عمليه التصميم الان في الكونسبت ديفلوبمنت، انه نستبعدها، نحاول نبتعد عن الماتيريالز اللي ممكن تولد هكذا كونكشنز او ووتر كونكشنز نويز كونكشنز ريكريشن اند سو اون. الكوست افكتفنس اند لايف سايكل كوست. اوكي، اذا هنا كيف نشوف جزء اللي ممكن عندي نراجعه بالنسبه للتصميم اللي هو الكوست افكتفنس، اللي هي بتكون التاثير في عمليه التصميم، وكيف بنشوفها بالنسبه لللايف كوست لايف سايكل كوست. كوست افكتفنس انفولفز ميجرينج اسيستنس ان ترمز اوف ميجرمنت فولفيلمنت اند توتال لايف سايكل كوست. اذا بيكون هدف عندي بالنسبه للسيستم انه احنا بننظر لمن؟ نحاول نعمل مينيمايزنج للتوتال لايف كوست. كوست افكتفنس از ا فانكشن اوف سيستم افكتفنس اند توتال لايف كوست، واللي ممكن نحسبها من خلال الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي نحتاجها اثناء عمليه الدراسات، عدد الدراسات لاعداد تطوير السيستم او عدد الريكوايرمنتس. الكوست اللي بنحتاجها في عمليه المانيفاكشرنج اور كونستكشنز. الكوست اللي بنحتاجها اثناء عمليه الاوبريشن للسيستمز او المينتنس اند سيستم ريتايرمنت اند فيس كوست. اذا هذه هي عباره عن التوتال لايف كوست بالنسبه للسيستمز. المخطط هذا بيوضح لي الكوست افكتفنس، كيف ممكن تكون عندي من وجهه نظر التوتال لايف كوست اللي انا نقصد فيها ايكونوميكال فاكتورز، ممكن تكون عندي من وجهه تكنيكال فاكتورز اللي هو تكنولوجي. لما نتكلم عن الايكونوميكال ممكن نتكلم عن ديفرنت ابروتش اوف كوست اللي شفناها في السلايد السابق، ولما نتكلم عن التكنيكال نتكلم عن السيستم بيرفورمانس، نتكلم عن الافاليبيلتي اوف سيستمز، الديبندبلتي، الكابابلتي اند سبورتبلتي. كابابل يعني السعه القدره بالمال السيستم، بالاضافه الى الفاليبيلتي اللي هي من خلالها نعرف المينتنس والريلايبيلتي بالنسبه للسيستمز. اذا هذه التكنيكس او تكنيكال باراميتر نسميها بالنسبه للسيستم. اذا الكلفه مرتبطه بمان تو ابروتش اوف ديزاين اللي هو ممكن يكون عندي الكوست لايف سايكل كوست او تكنيكال. وهذه البارامترز طبعا ممكن اربطها من خلال هذه الديفرنت بارامترز ديزاين اتريبيوتس اور مينتنس اثناء الاوبريشنز، واللي هي بتتضمن مجموعه من البارامترز هنا بالنسبه للديزاين اتريبيوتس اللي هي بنتكلم عن الفانكشنال الريلايبلتي المنتبلتي والهيومن فاكتورز وغيرها من العوامل اللي ممكن تكون مؤثره على السيستم من خلال اللايف سايكل او التوتال لايف سايكل فور سيستمز. مجموعه من البارامترز لها علاقه بالفانكشنال اوبريشنال فانكشنال الريلايبلتي المنتبلتي الهيومن فاكتورز سبورتنج السيفتي اند بريدكتبلتي ديسبوزابلتي. البريليمينري ديزاين الوكيشن اوف ريكوايرمنت. اذا نروح الان لمرحله اخرى من التصميم. تكلمنا عن البريليمينري ديزاين، الكونسبشوال ديزاين خلصنا منه كان خمس فروع. خمس فروع.